يا صباح الخير لكم وين ما كنتوا عم تشوفونا. نهار جديد يعني بداية جديدة، والبدايات ثقافة بتختلف بين الناس، والكلمة ممكن تكون بداية لقصة أو لحتى أمل وطري جديد. باختصار الكلمة مو بس حروف. يسعد صباحك يا رنا. يسعد صباحك نور، وصباح الخير لكل مشاهدينا ولكل حدا عم يتابعنا. الكلمة مثل ما قلتي نور هي ممكن تكون جواز سفر لقلوب الناس التانيين والناس اللي احنا ممكن نتعامل معهم يوميا، وأثرها على الناحية النفسية وحتى الجسدية موجود ومثبت علميا. هذا رح يكون الموضوع الأساسي بحلقتنا لليوم، أكيد بالإضافة لفقرات وتقارير متنوعة بنحاول فيها نغطي اهتمامات الكل. رح نتعرف عليها سوا بهالعرض السريع. شو هي الكلمة أو العبارة يلي سمعتها وما بتنساها سواء كانت حلوة أو قاسية؟ كلمة حدا قال لك اياها ولهلا ما بتنسيها؟ اصعب كلمة مثلا انه حدا يقول لك ما بتقدري تعملي شيء وانت بتكوني حاطة امالك فيه. الواثق من حاله ما في كلام بيأثر فيه، اما يلي شخصيته هيك اي كلمة بتأثر فيه وبتجرحه. سمنانة. يبعت لك قتلك. اي هي؟ اي. مين قال لك اياها؟ وحدة معنا بالصف انه سلمت الورقة اول وحدة وقالت لي بعت لك قتلك، فحسيت انه شيء غريب. مرة عندي استاذ عربي كان يقول لي انه انت تتذكري لدرجة مثل آلة طابعة، يعني شو بقول لك قدامك بترجعي بتعيدي كأنه عم تقري، يعني شو قال لي ذاكرة تصويرية او هيك شيء. انا ما بحبك. هيك قالوا لك؟ جرحتني كثير هالكلمة. احلى كلمة حدا قال لك اياها؟ نحفانة. في كلمات كثير حلوة يعني من يلي حوالي من رفقاتي. مثل ما شفنا هي كانت آراء الشارع السوري وبعض التعليقات اللي كانت على البوست اللي ظاهر أمامكم. أكيد رنا في كلمات كتير حلوة وتوكيدات إيجابية بتساعدنا على التعزيز الإيجابي بحياتنا، وفي كلمات قاسية عن جد ما بتنتسى حتى لو كانت من قبل 100 سنة ولهلأ بتضل عم نتذكرها. عن جد في كلمات يعني أثر الكلمة يمكن كتير ممكن يكون قاسي على الأشخاص، ممكن يكون جارح، وفي كتير أشخاص بتأثروا إن كان بالنقد الإيجابي أو السلبي. وهذا هاشتاج حلقتنا اللي فيكم لهلأ تفوتوا أكيد وتشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك وتكتبوا لنا شو العبارة اللي ما بتنسوها وإن قالت لكم بيوم من الأيام. طبعا نحن من هذا الهاشتاج كمان استوحينا موضوع فقرتنا الاجتماعية راح نناقشه من الناحية النفسية والاجتماعية لنعرف قديه ممكن الكلام الجارح يترك ندوب على النفسية وعلى السلوك وعلى النقيض يمكن منه، كيف ممكن الكلام الطيب يكون دافع ومحفز للمشاعر والسلوك الإيجابي. كل هالتفاصيل وغيرها بنتعرف عليها مع ضيفتنا هيا حمامي، اختصاصية نفسية واجتماعية. أهلا وسهلا فيكي هيا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. بيقولوا الكلمة الحلوة طالعة والكلمة نعم. القبيحة طالعة، فإذا كانت هي حلوة وفكرنا فيها قبل أو عطينا 3 ثواني لحالنا قبل ما نطلع الكلمة منها فهي ممكن تكون بمكانها الصحيح
وممكن تكون بمكانها الخاطئ. الكلمة الطيبة يلي ممكن تكون طالعة مننا دائما لازم نحن نكون عم نفكر بهذا الشيء. صحيح. شو أثرها على نفسية الشخص وشو دوره بتعزيز السلوك الإيجابي؟ يسعد صباحكم أول صباح. شيء هلا دائما الكلمة الطيبة أينما زرعت أثمرت، فهي دائما مفتاح النجاح لأي باب نحن منريد نفتحه. فالكلمة الطيبة هي خلينا نقول بوابات التعارف. تمام. فالكلمة الطيبة والطاقة الإيجابية هي دائما بتعطي أثر طيب، إضافة إلى ذلك بتعطي دافع إيجابي للأشخاص وبتعزز ثقتهم بنفسهم. الكلمة الطيبة بتعزز الثقة بالنفس. تمام. وهي دائما بتكون مثل خلينا نقول ككسر حاجز الجليد ما بين الأشخاص. تمام. وصاحب الكلمة الطيبة هو دائما مقرب إلى قلوب الناس ومحبب، يلفت الأنظار له دائما بكلمته الطيبة. صحيح. طبعا نحن اليوم عم نحكي على الكلمة الطيبة أو الكلمة الإيجابية، ما عم نحكي على التملق أو يمكن الأشخاص. نعم. اللي هن بيبالغوا خلينا نقول بالتعبير. تمام. أو يمكن بمدح الأشخاص الآخرين. صحيح. أيام الكلمة الطيبة عن جد بتكون بمحلها، يعني نحن بنشوف شخص عن جد بنحس إنه هذا الشخص حليان نحفان. صحيح. عم نحسه إنه هو عنده طاقة كثير حلوة، عم نحسه إنه هو شخص ناجح، عم نثني يمكن على هذا الموضوع. الكلمة الطيبة هي ممكن نقولها لأنفسنا وللآخرين، يعني أنا اليوم كيف فيني أزرع هاي الطاقة الإيجابية بداية بحالي، بلش من حالي لحتى أقدر كمان أنقلها للآخرين. تمام. هلأ سؤال جميل جدا. هلأ دائما نحن لازم نعطي حالنا، ما ننطر الكلمة الطيبة دائما من الآخرين. دائما نحن لازم نعطي مثل ما بيقولوا بوش لحالنا لقدام، ونائما دفع. تماما. ونردد دائما الكلمات الإيجابية، أنا أستحق الاحترام، أنا أستحق الحياة الكريمة، أنا أستحق السعادة. دائماً لازم نردد الكلمات الإيجابية لدعم نفسنا أولاً ودعم الآخرين. وصدقاً الكلمة الطيبة صدقة مثل ما بيقولوا، فأينما زرعت أثمرت. صحيح. طيب الأشخاص اللي ممكن بيحكوا كلام بيطلع دائماً ولكن هو بيكون نابع من القلب، ممكن تكون الكلمة قاسية، ما بدي أحكي إنه هذا الشخص اللي دائماً هو كلامه قاسي وجارح. في أشخاص هيك إنه بطبيعة الحياة، يعني ما بيحبوا يجاملوا، بيحسوا إنه الكلمة يلي مانا هي بمحلها هي نفاق. تمام. أنا بقول لك مثلاً أنت حلياني، لا مو حلياني، هي أنت، ما فيني أنا كذب، ما فيني أقول إنه جامل أو أحكي كلام. تمام. ممكن هذا الكلام يجرح الطرف الآخر ولكن مو بقصد هذا الجرح. 100%. الكلام الجارح القاسي شو تأثيره على نفسية هدول الأشخاص؟ تمام. هلأ الكلمة دائماً لو مثلاً ما كانت طالعة من المقصودة أو من القلب، بس دائماً المفترض لازم الشخص يحسب الكلمة. تمام. يعني مو شرط انا اقول لك انه شايفتك حلياني وانه انت مثلا مانك حلياني اقول لك انا مو حلياني. لا، الكلمه الطيبه حلوه والكلمه القاسيه طالعه والكلمه الحلوه طالعه. هلا دائما بنقول نحن الكلمه سلاح ذو حدين، فنحن بنتعامل مع خلينا نقول ذو الحد الايجابي وبنعطي نحن طاقه ايجابيه. هلا نحن بدنا نتعامل مع الكلام دائما السلبي دغري نقيده، دائما ما ناخذ نحن بعين الاعتبار الكلام. ما كل ما يسمع يقال، يعني مو كل اللي بيطلع او بينحكى هو صحيح. فنحن لازم دائما نفرود دغري للعقل الباطن الكلمه السلبيه بداله بايجابيه، كرمال ما تصير بالعقل الباطن وتصير يتجذب، يعني تتشربها الانا. صح. يعني يصير كثير منا يعني وللاسف وخصوصي بهالتوقيت هذا عم نلاحظ على موضوع التنمر. صحيح. كثير صار كثير قاسي عم بيصير وعم ياثر على نفسيات الشخص. عم ياثر على نفسيات. في موضوع شفته من فتره على الفيس، ما بعرف اذا تابعتوا الموضوع، في صبيه كانت حاطه بوست على الفيسبوك عم تقول انه انا عايشه حاله نفسيه سيئه، فحط استطلاع رايي انه انا انتحر او في عالم حاط لها انتحر، فحاطين في اثر ذلك هي نعم انتحرت. هلا في كثير من الاشخاص استاذه هي بيصير مع هذا الموضوع، فهو حسب نفسيه هذا الشخص. هل هو بيسمع الكلام الإيجابي أو بيسمع الكلام السلبي وبيتأثر فيه أو لا هو بيكمل بحياته؟ وخاصة في كثير من الأشخاص وقت اللي بيستلموا هدول الناس على الفيسبوك، في جروب على الفيسبوك عم شوفه في صبية، ومو صبية، صبايا، إنه أنا بدي أحكيكم عن حالي، أنا بشعة بيقولوا لي أنت أنفك كثير بشعة، أنت بالجامعة هيك بينتقدوني، هيك بيقولوا لي. فكمية التعليقات الحلوة إنه لا لا تردي لا تسمعي، هي اللي بتعزز الشيء الإيجابي. أكيد. أكيد. ولكن أنا شفت إنه هي صبية ما بها شيء حلوة ظريفة، ما فيها أي
طيب بقى التنمر اللي عم تحكي عنه هو كتير شيء سيء، كتير شيء سلبي، وخاصة إذا عم نستلم كمان بعض الفنانين وبعض الناس المشهورين على السوشيال ميديا رنا أولادنا، يا ريت بس الفنانين عم ننتقد هدول الأولاد يلي هنن ما فينا نحن ننتقدهم، هنن هيك إجوا على هاي الحياة، ما فينا نحن نعدل فيهم أو نقول لازم يكونوا أحلى أو أجمل أو أحسن. تمام. هلأ بعض الأشخاص يلي هي عم تتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي وللأسف هي عايشة ببيئة المتنمرة، تمام؟ صحيح. هي عم تعاني من هذا التنمر للأسف وعم يطلع للخارج، عم يطلع على السوشيال ميديا. أصبح التنمر هلأ بشكل علني على السوشيال ميديا، وإنما هو موجود من زمان. من زمان بالمدارس، خلينا نقول على مستوى نطاق الجيران، على مستوى نطاق الأهل الحي، صار بالمدارس، وهلأ حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح بشكل ملحوظ وكبير. ومثل ما قلتي الأنسة إنه تعدى، يعني تعدى صار مشاع، يعني الأذى، يعني تعدى، يعني خصوصية كل شخص، ما عاد في احترام أبدا، ما عاد في خصوصية، صح، ما عاد في احترام للنجاح. هلأ أصبح النجاح نتنمر عليه أكيد، فللأسف موضوع شائك جداً. صحيح صحيح، يعني نحن كمان أكيد كاميرا برنامجنا رصدت آراء الناس وآراء الشارع السوري بهذا الموضوع، لنشوف قديش الكلمة لها تأثير وإلى أي حد لازم نفكر بكلامنا قبل ما نقوله. خلونا نشوف سوا. بتفكر بالحكي قبل ما تحكي اذا كنت معصب؟ لا ابدا. تجرح معناتها بالحكي؟ بس بعدها بداوي يعني. لا ابدا. ابدا بالعكس. مين اكثر شيء بتعصب؟ اهلي طبعا ورفقاتي. ممكن اني اتاثر نفسيا واني ما احكي مع هذا الشخص، ما احكي معه. هلا ممكن اني اغفر له اول مره، بس اذا رجع عاده ثاني مره راح اوضح له انا، وإذا ما تفهمني رح أضطر أترك العلاقة شو ما كانت. إذا كان الشخص له أهمية عندي فالكلمة الحلوة منه بتأثر فيني والكلمة الجارحة بتأثر، أما إذا كان ما له قيمة فيحكي لي شو. على مشاعرنا كلام الجارح كتير طبعاً، نداية كتير واكتئاب هيك أشياء. إذا كل واحد عصب شوي وحكى اللي بقلبه كان صارت مصايب كتير. يعني لازم نحنا نتفهم شو المشكلة، نتداركها، بعدين نعالج الوضع. مثل ما شفنا آراء الشارع السوري تعددت بهذا الموضوع، إن كان بالكلمة الإيجابية أو حتى إن كان بالكلمة السلبية. ممكن الكلمة الإيجابية الحلوة نتذكرها 100 سنة وحتى السلبية بنتذكرها، ولكن الفرق بتأثيرها على نفسية هذا الشخص. متى يصل تأثير الكلمة الجارحة بحياتنا لحتى ممكن يؤدي فيها مثلا، ممكن مثل ما قلتي إنه أنا انتحر أو طبعا. أنا أنطوي أو أنا ما عاد روح على الجامعة أو أنا ما عاد أدرس أو أنا ما عاد حقق شيء من الإنجازات اللي أنا ببالي أعملها أو حتى وصل للشيء اللي طموحي اللي هو اللي لازم يكون بالمستقبل. تمام. هلا هي بتختلف من شخص لآخر بحسب المعايير. من شخص لآخر في عنا أشخاص نحن هي شديدة الحساسية، هدول أكثر ناس ممكن تتأثر بالكلمة على صعيد الشخصي بكلمة صغيرة، يعني الكلمة الصغيرة بتأثر عليه. في عنا أشخاص كمان بدنا ما ننسى الوعي بالذات، الثقة بالنفس، هاي العوامل كلها بتلعب دور. أنا يا بسمح الكلمة السلبية تأثر فيني وتكون تعمل فارق بداخلي، يا أما أنا ما بسمح لها. أنا ممكن أي كلمة ممكن تتوارد لي أو أنا أسمعها مباشرة فرودها للعقل الباطن وبحولها لكلمات إيجابية. إضافة إلى ذلك بنرجع بنقول على الوعي، نختص دائما الوعي وزيادة الثقة بالنفس. مستوى التعليم كمان بيختلف، بيزيد من ثقة بالنفس، بيصير الإنسان بيعرف ذاته أكثر. حتى البيئة المحيطة اللي عايشتها لها تأثير طبعا. كبير كتير. طب بأنه ما تأثر فيني هاي الكلمة السلبية يبني. ولا تعمل أي شيء بحياتي ولا تكون فارق أبداً يبني. بحياتي العملية والحياتية. صحيح، يعني هي بتفرق. يمكن مثل ما قلنا الكلمة الإيجابية هي بتعزز الشعور الجيد عند الأشخاص، والسلبية أكيد العكس. طيب خلينا نرجع شوي للأساس. قلنا نحن اليوم الشخص اللي هو عم يتعرض للإساءة بالكلام أو هو عم يتعرض للتنمر أو عم يتعرض لأي نقد أو كلمة سلبية، بدنا نرجع نحن للوعي والثقة بالنفس للتربية بالبيت. قديش الأهل هن بيعززوا ثقة أطفال
انفصالهم بنفسهم وثقتهم بذواتهم وبالشيء اللي هن بيمتلكوه. في فرق بين الصبي والبنت بهي القصه، يعني من هن وصغار كيف الاهل لازم يتعاملوا معهم لحتى هن ينموا موضوع الثقه ويمكن ثقتهم بذاتهم اكثر؟ تشكري على السؤال اللي فعلا هو بحر. للحقيقة للأهل دور كبير بتنمية الثقة بالنفس للأطفال. ما في مقارنة وما في فرق ما بين الصبي والبنت بتربيتهم، التربية واحدة. صحيح. دائما الأهل بيقعوا بغلط المقارنة. مقارنة أطفال بأقرانهم. نحن بدنا نأخذ بعين الاعتبار أن الطفل لا يقارن بطفل آخر نهائي، لأنه كل طفل في له سلوكياته الخاصة، في له مهاراته الخاصة، في له جوانب خاصة تختلف من طفل إلى آخر. فالمقارنة هي مغلوطة وهي دائما للأسف تعمل على تردي الطفل باختياره بالمواضيع، بيصير عنده تلبك، بيصير ما عاد عنده جرأة يوقف ويحكي. واحد. اثنين، ممكن الطفل عدم مقارنته. واحد. اثنين، ما بيصير له انت مثلا مو شاطر او نوصمه بصفة الكذب. هلا الاطفال دائما ممكن تتخيل اشياء لمجرد هي حابة تسردها. للاسف في بعض من الاهالي ممكن يوصموه بالكذب، فنحن عم نوصم الطفل بوصمه هي ما أنا موجودة فيه، فبالتالي نحن عم نعزز هي الصفة بالطفل، فبالتالي نحن عم ننشئ آثار سلبية ممكن تكبر مع الطفل نحن عززناها فيه هي ما تكون موجودة بالطفل. تمام. وهيك هون بيكون بعض الأهالي عم يغلطوا بحق أطفالهم، وخاصة بتعزيز هدول الكلمات. بعض الأوقات الأهل بيغلطوا بحق أطفالهم وبينعتوهم بألفاظ معينة ظناً منه أنه هي الطريقة فيها بيشعر الطفل بتأنيب الضمير وبيتغير للأحسن بدون ما يعرفوا الانعكاس السلبي لهذا الشيء يلي ممكن يأثر على نفسية الطفل وبناء شخصيته. خلونا نتابع سوا مع بعض الأمثلة ونرجع نحكي بالتفصيل. يعني مثل ما شفنا اكيد الاثار الايجابيه والسلبيه لتربيه الاهل ويمكن تعزيز ثقتهم بنفسهم قديش مهمه، ومن الطفوله الباكره يمكن هي بتبدا وبتظهر اثارها على الطفل. اليوم انا فيني بالغ بمديح ابني؟ يعني انا اليوم في اهالي كثير شو ما عمل الولد حبيبي ما عنده مشكله، يكسر البيت، يطحبش الغراض، يعيط قدام العالم، يبكي قدام العالم. في اهل بيقولوا لك خلص ولد
ما في مشكله. امتى نحن لازم يكون في خط فاصل، خلينا نقول تمام. الحد اللي نحن لا ما بنفرط فيه بدلال الطفل او بمدحه قدام الاشخاص، وكمان بنفس الوقت نحن ما ناذي بالكلمات. تمام. هلا دائما في عنا سلوكيات للطفل نحن لازم ما يتعداها خارج المنزل، هو يكون في عنده ضوابط وروادع هو من داخله ذاتيه. تمام. هلا اول شيء نحن ما فينا الاهل يعيطوا على الطفل امام الاخرين، دائما المعاتبه بتكون على جنب وما بينه وبين الام. اكثر شيء بيراجع بشخصيه الطفل هي نعته امام الاخرين او تكذيبه امام الاخرين، كمان هذا الشيء كثير بيعود عليه سلبا وليست ايجابا. اضافه الى ذلك سلوكياته من حاله لحاله الطفل بتتعدل في حال كان تقويم الام سليم وصحيح، واختارت هي التقويم الصحيح. في حال هي كانت تشاركه باختياراته وبقراراته داخل المنزل وخارجه، كانت تسأله هو شو بيحب، هو شو كذا، ماما نحن هلأ طالعين، تمام؟ بتقعد عائل، مثل ما بعرفك أنا، أنت شاب شطور، طفل حباب، يعني دائماً كمان تزوده بالكلمات اللطيفة الداعمة، شجعه. تدعم السلوكيات الإيجابية الموجودة عند الطفل. هذا الشيء بيحفزه وبيصير من حاله مشان يفرجي ماما أنه هو شطور وحبوب، بيقعد مشان يفرجي ماما أنه أنا شاطر، خلص ما قمت شفتي، يعني من النظرة بيصير هو بيفهم عليك، يقوم يقعد يحكي. فمن تعديل سلوكياته من قبل كمان التربية. صحيح. هذا الطفل إن كان ذكر عززنا هذا الموضوع عنده بكلمات إيجابية، وصل لمرحلة المراهقة ما في أي مشاكل، صار شاب ورجل بالغ، ممكن أثر الكلمة تختلف بين الرجل والمرأة، ممكن المرأة دغري تعبر عن هذا الموضوع، تبكي، تتحسس. إذا نحن وجهنا كلمة قاسية للشاب أو حتى الرجل ممكن يكتم هذا الشيء، كيف يتم التعبير بالنسبة للرجل عن الكلام القاسي أو الجارح يلي وصله؟ نحن ممكن نجرح أي شخص، أي رجل، أي شاب، ممكن يسكت، ممكن يكتم هذا الموضوع، ممكن يعطي أي رياكشن عليه. الرجل أو الشاب بشكل عام كيف تأثر على الكلمة إن كانت القاسية والجارحة وحتى إذا فينا نقول الكلمة الحلوة والطيبة؟ تمام. هلأ أغلب الاستطلاعات الرأي الموجودة بتقول إنه الرجال كتومين، يعني صحيح، ما بيعبروا عن غضبهم، بس هلا هذا الشيء بينعكس سلبا عليهم، ممكن يصير عصبي، ممكن يصير من اقل موقف يتضايق، من اقل موقف يغضب، فهو لازم كمان يساعد حاله. هلا الامراه بطبعها هي بتعبر اكثر من الرجل، عاطفيه اكثر من الرجل، هي كتله مشاعر، فهي بتعبر أكثر، ممكن تبكي، ممكن تحكي لصديقتها، لوالدتها، لجارتها، بتفضفي. الرجل لا، بيسمع مثلاً الكلمة وما بيستطيع، يعني عنده عدم القدرة على التعبير، بيحب هو دائماً يكتم ما يعني شو بيزعجه، بس هذا الشيء بينعكس سلباً عليه، يعني بيصير هو بيعود، بيصير بتكتر عنده، بيفرغ هذا الموضوع يمكن بسلوكيات، يعني تمام 100%، بيصير عصبي أكثر. فنحن مثلا لازم بشتى او باخرى، مثلا سواء كانت مرته او والدته، يساعدوه بهذا الشيء بتفريغ شو بيساعده. نعم علي، عبر الحوار، عبر عبر. طيب ذكرتي هيا ببدايه الحديث انه نحن فينا نعبر عن هذا الموضوع، فينا نحن نعبر عن انزعاجنا، فينا نحن نتعامل مع الكلمه السلبيه بانه نحن دغري نعكسها لكلمه ايجابيه او لسلوك ايجابي. أنا فعلياً كيف إذا أنا اليوم بمكان معين حدا وجه لي كلمة، إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو إن كان بشكل شخصي، توجه كلمة ممكن هي بتزعجني، ممكن تكون كلمة عادية بس هذا الشخص بينزعج من هي الملاحظة، أنا كيف لازم أتعامل معه؟ تمام. هلأ لمجرد توجه مثلاً الملاحظة لحضرتك، مثلاً أنت كنتي زعجتي منها، ما بعطيها أي أهمية على الإطلاق، وبداخل نفسي وبقرار نفسي أنا بعرف مثلاً أنا مو هيك، دائماً بدي أمد حالي. هلأ دائماً لازم تكون نعزز الأنا، الأنا وليس بالشق الأناني اللي بياخدوه في بعض الأحيان، لا، الأنا هي تعزيز للنفس، تعزيز الثقة بالنفس، أنا أستحق الاحترام، أنا أستحق التقدير، أنا مميزة. دائماً نخلي الأنا عنا عالية لتزيد ثقتنا بنفسنا، وبالاضافه لما نخلي اي راي يقدر يحاول يكسر منا،
ما يخلينا نحن يتراجع سلوكياتنا، ممكن بالعمل، ممكن على الصعيد الشخصي. نحاول نحن دائما نعمل هيك ريد لاين صغير، اي حدا بده يحاول يتجاوزه ما حدا يتجاوز هذا الخط، ما بيقدر، هو ما بيقدر، لانه انا عندي وعي ذاتي، عندي ثقه عاليه بنفسي. وهون بتكمن هي الشخصيه الايجابيه وقت اللي بنشوفها بالحياه العمليه، بتصادف هدول الاشخاص انه عن جد هذا الشخص دائما ايجابي، بيعطينا طاقه ايجابيه. اما الاشخاص الثانيين يلي ممكن يسببوا لنا اذى نفسي وبكلامهم الجارح، خلينا نقدم نصائح اخيره لكل الاشخاص يلي عم يحضرونا. هلا النصائح الاخيره انه دائما الكلمه الحلوه طالعه والكلمه السيئه طالعه، تطلع دائما الكلمه الحلوه، ومثل ما قلت باول المقابله انه الكلمه الطيبه اينما زرعت اثمرت، باي مكان وباي زمان. دائما الكلام الحلو بيعطي طاقه ايجابيه، بيعطي راحه، بيعطي سعاده، بيعطي تفاؤل. فخلينا نحن نكون نتحابب، خلينا نتحابب، ما في احلى من الحب. ونستعين بقول الله تعالى وقل لعبادي يقل التي هي أحسن، يعني دائما القول بالمعروف، القول المعروف والكلام الجميل بيجعل الحياة أحلى وبسيطة أكثر وبينشر السعادة. صحيح، يعني إذا منوفر شوية هيك ملاحظات أو شوية انتقادات كل ما نشوف حدا نحن هيك، في كثير ناس مين ما بيشوفوا أول ما بيشوفوا دغري إنه شبكي كأنك تعبانة اليوم، يعني هي الكلمات هي ما بتكون تعبانة، بتصير تعبانة، بتصير تعبانة. تمام، من وراء هي الكلمة. طبعا هذا مثال عن الكلمات الكثيرة السلبية اللي ممكن تنقال لحدا. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا اليوم، اختصاصية النفسية والاجتماعية هي حمامي، شرفتينا. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباحكم يا بسبب الحب، الجسم بينتج الكثير من الهرمونات يلي بتعطينا الشعور بالسعادة، ومنها هرمون الأكسيتوسين أو كما يعرف بهرمون الحب. شو هو هذا الهرمون وشو تأثيراته على الجسم وشو الجانب السلبي لإله؟ أجوبة هاي الأسئلة وأكثر رح نتابعها سوا بهالتقرير. الأكسيتوسين أو ما يعرف بهرمون الحب، والبعض يطلق عليه مركب العناق أو كيمياء السعادة، هو هرمون قوي التأثير من الناحية البيولوجية والعاطفية، ومرتبط بالعديد من المشاعر والحالات يلي بمر فيها الجسم، وبيأثر بشكل كبير على مشاعر الأمومة والأبوة وعلى بناء العلاقات البشرية وتكوينها وعلى الثقة وحتى الحياة الجنسية. يتم إنتاج هرمون الحب بمنطقة ما تحت المهاد بالدماغ، ومن بعدها بينتقل للغدة النخامية يلي بتفرزه للجسم، وعادة ما بتكون نسبته أعلى لدى الإناث من الذكور. البحوث بدأت تتناول فوائد هرمون الحب كنوع من العلاجات الفعالة بمكافحة بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، وتجسد الأهمية القصوى لهرمون الأكسيتوسين أثناء الولادة، وبيلعب دور رئيسي عند بدء عملية الرضاعة لأنه بيساعد على بناء رابط قوي بين الأم وطفلها. لكن شو هو انطباعك لو عرفت بأنه الأكسيتوسين بيشمل أيضاً جانب سلبي؟ إذا عشت علاقة عاطفية وكانت التبعية هي الأساس بالعلاقة، فلازم تعرف أنك غالباً رح تعيش تحت تأثير أحد الأوجه الضارة لهرمون الحب، لأنه بهذا النوع من العلاقات تتسبب مشاعر الحب بمحو الهوية وأولويات الفرد، فممكن تتعلق بشخص لدرجة تخليك تهمل الجوانب الجوهرية بحياتك الخاصة. والمختصين بيشبهوا هذا النوع من الحب بإدمان الكحول والثمالة، لأنه بهالحالة يصبح الإنسان أشبه بكونه ثملاً واقع تحت تأثير جرعة زائدة من هرمون الحب.
يسعد صباحكم عن جديد. كنا عم نشوف بعض تعليقاتكم على سؤال حلقتنا والهاشتاج على صفحة البرنامج عن الكلمة أو العبارة يلي سمعتها وأثرت فيك وما بتنساها، سواء كانت كلمة حلوة أو كلمة قاسية. تماماً، الكلمة الطيبة هي بترفع المعنويات وبتحفز السلوك الإيجابي، وبعد شوي رح نتعرف على تأثيرها المباشر على صحة العقل والقلب بلغة العلم. بس قبل رح نروح للرياضة يلي ما بتختصر فوائدها بس على الصحة الجسدية، ولكن كمان إلى تأثير مباشر على مستوى السعادة وتحسين المزاج حسب الدراسات. شوية تمارين صباحية وراجعين. صباح الخير، معكم كوتش ليندا الرومي من أبتاون سبورت أكاديمي. رح ناخد اليوم مجموعة تمارين للهيبس في الباك وعضلات الفخذ كامل. حنبلش نعمل سكوات، طبعاً زاوية الرجل بدها تكون 90 درجة والشيفت أب. نطلع، حنبلش 8 عدات 3 4 5 6 7 8. بدنا ننتبه إنه الظهر جالس والشيفت أب على زاوية القدم. خلصنا 8 وعملنا تثبيت. التمرين الثاني، تثبيت أب، بنريح نفس تحت. رجلي الركبة مفرودة، بدي حاول الموز الأرض. 1 2 3 4 5 6 7 8. hold. طبعا زاوية ظهري 45. ها انزل، لا اعمل سايد. 1 2 3 4 5 6 7 8. على النص. 2 3 4 5 6 7 8. سايد 2 3 4 5 6 7 8. حنعكس الاتجاه بس حانزل اكثر شوي للاسفل وارفع الكعب وانزل تحت. 2 3. حنحس بالشد بالعضلات الداخلية. تبديل 3 4 5 6 7 8. تبديل 3 4 5 6 7 8. تبديل كمان 3 4 5 6 7 8. 1 3 4 5 8. هحاول ارفع على المشط 3 4. بطلع طلعة كتير صغيرة وبنزل وبحس بالضغط، بضغط بعضلات الحوض للأسفل. 5 6 7 8. بنريح تحت فوق كمان 3 4 5 6 7 8. هنعمل بلانك. ثري فور نطلع للأعلى. بدي حاول سكر
القدمين بهذا الشكل، الظهر مستقيم، بدي انزل للاسفل والمس الارض. 2 3 هحس بالشد بالعضلات الخلفيه كامله، هامسترينج بالجلوتس. 5 6 7 8 هنقرب اكثر للامام ونحاول نقرب الشيست على الليجز. 3 4 5 6 7 8 ونقرب اكثر للحد اللي بنقدر نوصل عليه. هاطلع لفوق، هنريح، ناخذ نفس. بهيك بيكون انتهى اليوم فقرتنا الرياضية، بتمنى تكونوا استفدتوا. كلمة صغيرة من كم حرف ممكن تخلي الشخص يلي قدامك يفرح أو ينجرح، فالكلمة لها تأثير قوي وعميق مباشر على الدماغ سواء كانت إيجابية أو سلبية، وهذا الكلام فسره العلم بدون ما يترك أي مساحة للجدل حوله، والتفاصيل رح تخبرنا ياها رنا. فضل. شكرا نور. يمكن من زمان ما كان كثير الناس تهتم يمكن بالامور اللي ممكن تاثر، وما كان في اهتمام صحيح. كبير بالامور اللي ممكن هي تاثر على صحه الانسان النفسيه، ولكن هلا واخر الدراسات اللي قدمت لنا نتيجه مفاده انه الكلمات السيئه بتحمل طاقه سلبيه، وهي الكلمات تسمى بايامنا بالكلمات الجارحه لانها فعلا بتتسبب بجروح حقيقيه بالدماغ وبتؤدي لموت عده خلايا وتلفه، بالتالي اكيد بتاثر على عمليات التفكير عند الشخص المتلقي لهالكلمة السيئة. رح نتعرف أكثر على أثر الكلمة على أدمغتنا وكيف هي تتحكم بكيمياء المخ بهالتقرير. للكلمات قدرة قوية، وكيفية استخدامها بتأثر على رأي الناس فيك وعلى شعورك اتجاه نفسك، فالكلمات يلي بتختارها إما بتمتص كل طاقتك أو بتعززها. لكن معظم الناس ما بتولي أهمية للمفردات يلي بيستخدموها، فغالباً بيقول الشخص أشياء من دون التفكير فيها مسبقاً فبينطق فيها على الفور، بس الكلمات بتحمل معها الطاقة، وإذا اخترنا السلبية منها فبإمكانها تغير أدمغتنا بطريقة سيئة، وهذا يلي أثبتته العديد من الدراسات يلي تم إجراءها من قبل علماء النفس وجراحي الأعصاب. فعالم الأعصاب الدكتور أندرو نيوبورغ ذكر بكتابه أنه كلمة واحدة عندها القوة للتأثير على وظيفة الجينات يلي بتنظم الإجهاد البدني والعاطفي، فوقت منستخدم الكلمات السلبية فنحن عم نقوم بتفاعل رد فعل الخوف بدماغنا، بالتالي زيادة مستويات الكورتيزول وهرمونات قلق تانية، ومع تكرار هالكلمات السلبية رح يزداد النشاط والحركة بمركز الخوف بالمخ، الأمر يلي بيفسر شعورنا بعدم الراحة والانزعاج وقت منتواجد بمحيط من الطاقة السلبية. بالمقابل إذا اخترنا كلماتنا بحذر ودقة وكنا أكثر وعي للشي يلي عم نقوله، فهذا الشي بيغير المسارات بأدمغتنا. على الرغم من حاجتنا لمستويات معينة من التوتر والخوف بحياتنا حتى نستمر، إلا أنه الكثير منها رح يأثر سلبياً على صحتنا العقلية والجسدية، وأحد طرق التقليل منها هو معرفة انتقاء الكلمات والانتباه الواعي قبل النطق فيها. يعني بوقتنا الحالي أي علاج يمكن بطريقة حديثة سواء كانت جسدية أو نفسية عم تعتمد على علم الطاقة ببعض النواحي، والكلمات مثل ما حكينا ما لا بس يمكن للكتابة والقراءة، كمان في إلها طاقة ممكن تكون سلبية أو إيجابية، وبسبب هالشي بنقدر نشكل يمكن بكلمة طاقة للمكان أو الزمان. من التجارب الشهيرة اللي اختبرت نظرية طاقة الكلمة هي تجربة الرز المسلوق، رح نتابعها سوا.
أنت عبقري يا عبد الوهاب، هالجملة البسيطة كتير خلت أو خلقت يمكن كاتب ومفكر كبير بالوطن العربي، كان الدكتور والكاتب المصري عبد الوهاب المسيري اللي يمكن ذكرها بمذكراته وقال إنه هالكلمة كان في إلها دور كبير بالنجاح اللي هو وصل له. طبعاً مالنا أكيد بصدد الحديث عن الدكتور عبد الوهاب، بس حتى نأكد إنه الكلمات من شأنها تحول يمكن دفة الأمور دائماً، فبإمكانها تفجر طاقات إبداعية كبيرة. وعلماء النفس بيأكدوا أنه من الممكن نغير أو تغير سلوك الناس من خلال الكلمة الإيجابية وكلمات الثناء والتشجيع، اللي ممكن مثلاً تغير سلوك موظف مهمل أو كسول عن طريق ذكر مزاياه وإيجابياته، اللي رح تبني عنده الدافع للتحسن أو تحسين ليكون أهل للثقة الممنوحة من خلال الكلمات، بعيداً يمكن عن الطاقة. ومثل ما ذكرنا بأنه الكلمة السلبية بتؤدي لزيادة هرمون التوتر، فالدفعة القوية من هالهرمون ممكن يكون لها تأثير فعلي على عضلة القلب. فوقت حدا يقول لك قلبي انكسر صدقه، لأنه هالحالة تسمى متلازمة القلب المكسور. رح نعرف تفاصيلها بالتقرير التالي. بعد أي ضغط عصبي أو نفسي شديد بمر فيه الشخص، مثل الحزن الشديد بعد حالة وفاة أو انفصال، أول تعبير بيخطر ببال معظم الناس بهالحالات هو قلبي انكسر. وقد تسمع هالجملة من حدا مجروح صدقه، فهي مو مجرد مقولة بتعكس بعض المبالغة، بل هو مرض من أمراض القلب سبب التعرض لصدمة نفسية أو عاطفية تسمى بمتلازمة القلب المكسور. وبتقول جمعية القلب الأمريكية إنه متلازمة القلب المكسور أو اعتلال عضلة القلب هو رد فعل بيقوم فيه القلب نتيجة زيادة هرمونات التوتر الناتجة عن حدث مرهق عاطفياً، وبيتوقف فيه القلب عن العمل بشكل طبيعي. فالجسم بيطلق هرمونات بشكل زائد، بالتالي بتنشل عضلة القلب لأجزاء من الثانية وبتأثر على وظائفه الاعتيادية. هالمتلازمة ممكن تتطور عند أي شخص حتى لو كان بيتمتع بصحة جيدة، والنساء هن أكثر عرضة للإصابة بهالمرض من الرجال. الإنسان المصاب بالقلب المكسور بيعاني من ألم مفاجئ بالصدر وضيق بالتنفس، وهي الأعراض تتشابه مع أعراض النوبة القلبية، لكن النوبة بتؤدي لانسداد الشرايين، أما القلب المكسور فبيقوم بإبطاء تدفق الدم بالشريان. هالأعراض يمكن علاجها دائماً، وبمعظم الحالات الشفاء بيكتمل بغضون أسابيع. يعني مصطلح التنمر اللي هو أكيد بيشمل مجموعة من الأفعال الناتجة عن الإساءات اللفظية والجسدية، هو مصطلح ظهر فجأة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ما نسمع فيه ولا مرة من قبل، إن كان بالمدارس أو الكتب أو حتى الروايات، وانتشر على نطاق واسع يمكن بعد الحملة المكثفة اللي قامت فيها المنظمات والجمعيات الحقوقية لتوعي بمخاطر هذا الموضوع، سواء بالنسبة للمتنمر أو للمتنمر عليه. وأكيد استخدام الكلمات والعبارات الجارحة هي أحد صور التنمر يلي يمكن تفشت بشكل خاص بعد انتشار الإنترنت بشكل كتير كبير. راح نشوف ظاهرة التنمر بالأرقام والإحصائيات. رنا، حكيتي كثير معلومات مهمة لازم دائما ناخذها بعين الاعتبار، ونفهم انه في شيء كثير مهم لازم نكون فيه بحياتنا، انه نقول كلام كثير حلو كثير ايجابي لكل الاشخاص اللي حوالينا، لانه الكلمة هي سيف ذو حدين. قديش في اشخاص
فقدوا ثقتهم بأنفسهم من وراء كلمة. بالمقابل وفي أشخاص دعمت الكلمة وصنعت الكثير من العلماء والمبدعين. وكل المطلوب أنه نحافظ على هدوءنا ونكون بكامل وعينا قبل ما نوجه أي كلمة لأي شخص. بتنشأ بسبب غير معروف، وعم يواصل علماء أبحاثهم بهذا المجال. ومن بين هاي الأمراض اللقوة يلي هي شلل بالعصب الوجهي المحيطي، وبتنقسم لنوعين، لقوة محيطية ولقوة مركزية. لنعرف تفاصيل أكثر وشو هي أسباب العلاج وأساليبه المتبعة، صار معنا الدكتور علي أحمد الاختصاصي بالأمراض العصبية وجراحتها. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا. دكتور، كثير بنسمع هذا المصطلح عند أشخاص بيقولوا صار معه لقوة، صار معه هي الكلمات. شو هي اللقوة المحيطية وكيف هي بتتظاهر على المريض؟ تمام. هلا بالبدايه، اللقوه كتعريف هي شلل بالعضلات الموجوده بالوش. طبعا عاده بتصيب نصف الوجه الايمن او الايسر نتيجه اصابه بالعصب احد النصفين. تمام، من ايمن او ايسر، هيك غالبيه الحالات، نادرا تكون ثنائيه الجانب، نتيجه اصابه بالعصب الوجهي. طبعا هاي الاصابه بتعملنا مجموعه من التغيرات بالوش اللي هي هبوط بزاويه الفم، طبعا المريض بيكون غير قادر على النفخ او التصفير، بالحالات المتقدمه بيكون غير قادر على اغراق العين، وحتى كمان عضلات الجبهه بتصاب، وبالتالي في صعوبه بالكلام بنشوف شوي كمان. هلا ممكن ببعض الاحيان طبعا هلا عدم القدره على اغلاق الفم بالحالات الشديده بتعملنا كثير مشاكل. اول شيء بيصير عنده مشاكل احيانا اثناء الطعام لانه ما هو قادر على اطباق الفم بشكل كامل. بالاضافه لهيك ممكن يصير مشاكل طبعا بالكلام. طيب دكتور، خلينا نحكي عن اهم الاسباب يلي ممكن تسبب اللقوه عن بعض الاشخاص. تمام. هلا اشيع سبب او هو كثير بنشوفه بمجتمعنا او بيراجعنا على العيادات، اللي هو يسمى بشلل البل. يعني كثير بنسمع عن مريض مثلا كان عم يتحمم طلع شوي على الهواء البارد، صار عنده لسحه بارده. تماما، صار عنده لقوه. هي كثير بنسمعه. طبعا هو يعتبر اشيع الاسباب، بشكل تقريبا 70 ل 80% من اسباب اللقوه المحيطيه اللي بتكون حاده، يعني بتتطور خلال 24 ل 48 ساعه. يعني بيجينا المريض قبل يومين ما كان عنده شيء، خلال يومين صار عنده هي اللقوه اللي هي شلل بعضلات الوجه. طبعا هذه ميزتها انه اذا بدينا بالعلاج بشكل باكر ممكن تتراجع بنسبه 80 ل 90% من الحالات. هلا من الاسباب الثانيه طبعا الانتانات، مثل التهاب الاذن الوسطى او الالتهابات الفيروسيه. في عندنا كمان الاورام اللي بتكون موجوده بمنطقه جذع الدماغ، كمان ممكن تعملنا لقوه محيطيه. هلا في عندنا الاصابات الدماغيه كمان، مثل مثلا الاحتشاء الدماغي او حتى اورام الدماغ او الخراجات، هي بتسبب ما يسمى باللقوه المركزيه. طبعا هي مو لقوه محيطيه. هلا الفرق بين اللقوه المحيطيه واللقوه المركزيه، إذا نحن بدنا نقسم عضلات الوش لنصفين، النصف السفلي هو الموجود حول الفم، أما النصف العلوي هو اللي بيكون موجود حول العين وبالجبهة كمان. هلا باللقوة المحيطية والمركزية تصاب العضلات الموجودة بالنصف السفلي باثنين بينصابوا يعني، أما في حالة اللقوة المركزية ما بتنصاب العضلات اللي بتكون موجودة حول العين أو بالجبهة، يعني المريض بس العضلات السفلية بتنصاب. تماما، يعني المريض بيكون قادر إنه يسكر عينه، أما باللقوة المحيطية بالحالات الشديدة حتى العين ما بيقدر يسكرها. معناتها كمان هي في لها أكيد عدة أنواع أو بتظاهر خلينا نقول أشكال مختلفة عند المرضى. طب دكتور، فينا نقول إنه في فئة معينة أو أشخاص معينين هن ممكن يكونوا عرضة أكثر لحدوث اللقوة عندهم من غيرهم؟ يعني في عندهم عوامل مؤهبة لحدوثها؟ تمام. هلا إذا بدنا نحكي عن اللقوة المحيطية اللي هي شلل البل، طبعا هون الإصابة متساوية بين الذكور والإناث، حتى ممكن تنصاب من الأطفال حتى الكبار بالعمر، يعني ما كل في الأعمار. تماما، كل الأعمار ممكن تصاب، ولو إنه النسبة الأكبر بتكون موجودة بالأعمار بين 30 لل 50. هلا لاحظوا إنه في نسبة إصابة عند الحوامل اكثر من غير الحوامل، تقريبا 3 مرات خاصه بالثلث الاخير من الحمل. طبعا هذا فيما يتعلق بالشلل البل. هلا اللقوه المركزيه كونه في احتشاء دماغ، فعاده ممكن نحن ممكن نشوفها عند الكبار بالعمر، عند اللي بيكون عندهم مشاكل وعائيه او حتى مشاكل خساريه، ممكن نشوفها اكثر هدول عندهم. تمام. طيب دكتور، خلينا نفوت باليه التشخيص لحتى نحن نحدد ونشخص ان كانت هي لقوه محيطيه او حتى مركزيه. تمام. هلا طبعا اول شيء القصه السريريه بتلعب دور كبير، يعني نحن المريض مثل ما حكينا بشلل البل قبل يومين ما كان عنده شيء، خلال يومين بيكون تظاهرت عنده الشغله. هي اول شيء. ثانيا الفحص السريري. هلا في بعض الحالات ممكن نشوف حويسيلات عند الاذن او بمجرى السمع، كمان هي بتدل على انه هذه الاصابه فيروسيه موجوده بالعصب الوجهي. الشغله الثالثه اللي ممكن نلجا لها، طبعا اذا كان عندنا بالفحص العصبي نحن اذا كان عنده ضعف بايده او برجله او نقص سمع او حتى دوار اضطراب توازن، هون ممكن نحن نلجا للاختبارات التشخيصيه الثانيه اللي هي الطبق المحوري او المرنال المغناطيسي،
يشوف اذا في عنده شيء افات موجوده ضمن الدماغ او لا كمان. تمام. طيب الشخص اللي بينصاب باللقوه، في كثير اشخاص بخافوا منها، يمكن لعدم معرفتهم او ما عنده المعلومات الصحيحه، في ناس بيقولوا انه هي ممكن تكون مؤشر لامراض اخرى او لاعراض اشد خطوره، او ممكن هذا المريض ترجع تتكرر عنده الحاله اكثر من مره، قديش هي المعلومات صحيحه دكتور علي؟ هلا شلل بيل بالذات يعني نسبه انه ينكس مره ثانيه او يتكرر هو 10% من الحالات، اما بغير حالات يعني ما تعالجناها ونحن شفي المريض فغالبا الاصابه ما عاد تتكرر. هلا في اصابات ثانيه، الاصابات الفيروسيه ممكن تتكرر طبعا فيها الاصابه. هلا بضل يعني الشيء الاساسي هو التشخيص الباكر والعلاج الباكر شو ما كان السبب، سواء كان بشلل بيل او كان المريض عنده التهاب اذن وسطى بدنا نعالجه طبعا بالصادات الحيوي، او اذا كان السبب مثلا اورام دماغ اللي هي كمان لازم نعالجها جراحيا. دكتور، اليه العلاج هل في شفاء تام وكامل ولا لا؟ بضل في اثار مضاعفات ولكن ممكن تخف مع الزمن، ولكن شفاء بالمية مية هل هو موجود؟ هلا بشلل بيل مثل ما حكينا كونه هو يشكل 60 ل 70%، طبعا 80 ل 90% من الحالات يشفى المريض بشكل كامل دون اي عواقب. طبعا الشيء الاساسي هون هو بدء العلاج الباكر، يعني نحن المفروض نبلش بالعلاج خلال 24 ل 48 ساعه من بدايه التظاهر. طبعا العلاج هو عاده نحن بنبلش بالمريض بالكورتيزونات بجرعه 60 ل 80 ملغ على مدى 6 ايام منخفضها بعدها تدريجيا، ممكن نعطيه كمان المضادات الفيروسيه مثل اسكيلوفير وغيرها. طبعا الشيء الاهم هون هو صحه العين، لانه المريض لما بيكون غير قادر على اطباق العين بشكل كامل بالاضافه الى انه بصير عنده جفاف دم مزعجه، تمام مزعجه اضف الى ذلك انه ممكن يصير عنده تقرح بالقرنيه او التهابات بالقرنيه، هي ممكن تؤدي الى حدوث فقد البصر بشكل كامل، لذلك العنايه بصحه العين بهالمرحله هي كثير هامه من خلال القطرات العينيه تكون اولويه حتى تماما كثير مهمه من خلال قطرات العين او حتى تغطيه العين اثناء النوم بالليل كمان. تمام. طيب دكتور علي، بنسمع عن كثير اشخاص بيصير معهم موقف معين او حاله معينه او صدمه خلينا نسميها، موقف كثير ممكن يكون مزعج، بنسمع انه تعرض لصدمه كثير كبيره او صار معه لقوه، هل صحيح ارتباط الحالات النفسيه خلينا نسميها او الصدمات النفسيه بهذا المرض؟ هلا يعني اذا جينا للموضوع النفسي ممكن نحن نصنفه مع شلل بيل كمان، لانه شلل بيل هو 90% من الحالات بيكون مجهول السبب، ال 10% من الحالات الثانيه بيكون عندنا السبب ممكن انتانات فيروسيه، ممكن البرد، ممكن الرد النفسي، يعني ممكن نصنفه ضمن هذا الاطار، يعني ممكن احيانا ممكن الاضطرابات النفسيه تؤدي لهيك موضوع، بس يعني الشيء هو غير مثبت علميا يعني لحد اللحظة. تمام. دكتور نحن وياك والمشاهدين رح نروح لموضوع طبي، اليوم ما فينا نحكي عن موضوع طبي بدون ما نستعرض احدث الدراسات والتطورات حول كورونا يلي كشفت الابحاث ارتباطه بالجهاز العصبي، وبتشير التقديرات لحد هلا انه 50% من المصابين بالفيروس بيعانوا من اضطرابات عصبيه. بنشوف هالتقرير وبنرجع نتناقش فيه بالتفصيل. منذ بداية الوباء اتضحت أعراض فيروس كورونا المستجد وأصبحت شائعة بين الناس مثل الحمى، السعال وغيرها، لكن حسب التقديرات والدراسات الحديثة فنحو 50% من المصابين بالفيروس عانوا من عدة أمراض غريبة ضربت الجهاز العصبي. حذر الباحثون من مشاكل عصبية يسببها فيروس كوفيد 19، وأكثر من 300 دراسة حول العالم أشارت إلى شيوع أعراض الاضطرابات العصبية بين مرضى فيروس كورونا المستجد، بما فيها الأعراض الطفيفة مثل الصداع، فقدان حاسة الشم، الوخز الخفيف، أما الأعراض الحادة مثل احتباس الكلام، فقدان القدرة على النطق، السكتة الدماغية والنوبات التشنجية، الشلل أو الغيبوبة. ويرى معظم الباحثين أن الفيروس يسبب الفشل التنفسي والموت ليس بسبب تلف الرئتين بل بسبب تلف جذع الدماغ، وأن تأثير الفيروس على الجهاز العصبي يكون أشد ضرراً وأوسع نطاقاً من تأثيره على الرئتين، ويعود إما إلى نقص الأكسجين في الدماغ أو الاستجابة المناعية المفرطة أو ما يسمى بعاصفة السيكوتين التي تلعب دوراً مهماً في الاستجابة المناعية العادية. وعلى الرغم من أن أعراض الاضطرابات العصبية أقل شيوعاً بين مرضى الفيروس مقارنة بالأعراض التنفسية، فإن التعافي منها قد يستغرق وقتاً أطول مقارنة بالأمراض التي قد تصيب أجهزة الجسم الأخرى، فهو قد يمكث فيه ويعاود الظهور بعد سنوات أو يؤدي إلى الإصابة بالإعاقة وربما أيضاً الموت.
الفيروس التاجي عكس الفيروسات الأخرى، فهو قادر على التأثير في العديد من أعضاء الجسم. فحسب الإحصائيات، ف50% من الناس الحاملين للفيروس لم تظهر عليهم الأعراض، وبنسبة 80% من المرضى تعافوا بسهولة، أما نسبة طفيفة منهم تتدهور حالتهم ويموتون في غضون أيام. يعني هذا حديث كل الناس اليوم دكتور علي، فيروس كورونا وكل الأعراض اللي عم بتصير، وكل يوم عم نسمع يمكن دراسات جديدة وأبحاث جديدة وأيضا معلومات جديدة عن هذا الفيروس. شو هي أبرز الأعراض اللي ممكن تكون مرتبطة بفيروس كورونا وتكون أيضا لها علاقة بالجهاز العصبي؟ تماما، هلا مثل ما حكيتي انه الدراسات هي بلشت ولسه ما خلصت. هلا اشياء الاعراض هو الصداع، يعني نادرا نشوف مريض عنده اعراض كورونا وما يكون عنده صداع. الصداع يعتبر اشياء شيء ثاني. شيء في عندنا فقد حاسه الشم والذوق. فقد حاسه الشم والذوق لاحظوها عند 5% من الاشخاص اللي كانوا بالصين، بالدراسات الايطاليه كانت عند تقريبا 19%. هلا فقد حاسه الشم كانت غالبيه الحالات عابره، لكن بعض الحالات اذا كان في اصابه بالخليه الشميه ممكن تصير الاصابه دائمه. هلا اضطرابات الوعي، اضطرابات الوعي طبعا هي بتختلف من انه المريض عنده هياج او تخليط ذهني لا درجة انه بسبات بشكل كامل. طبعا هون الاصابه الدماغيه او اضطراب الوعي فسروها بآليتين. الآليه الاولى اللي هي حدوث التهاب دماغ بحد ذاته نتيجه الاصابه بالفيروس، او نتيجه حدوث اعتلال دماغي استقلابي نتيجه طبعا الحاله السيئه للمريض اللي بفوت فيها من مشاكل قصور الكبد، قصور الكليه، بتعملنا اخر شيء اعتلال دماغي. طبعا المشاكل الثانيه اللي ممكن نشوفها اللي هي مثل ما حكينا الاختلاجات كانت نسبتها تقريبا 1%. كمان عندنا السكتات الدماغيه او الجلطات كمان كانت موجوده، وحتى كمان ممكن طبعا متلازمه جيلان باريه شخصوها، عده حالات هي شخصت بايطاليا كمان حسب الدراسات. دكتور هذا الشيء دائما فينا نعممه على كل الاشخاص، يعني كل شخص ممكن يصاب بفيروس كورونا، ممكن يتاثر الجهاز العصبي عنده، وممكن اذا تم الشفاء يتم شفاء اعراض الجهاز العصبي يلي صار فيها تخريب، ولا لا بيضل هذا الشيء دائم؟ الحقيقة أول شيء 80% من مرضى الكورونا عم يكونوا غير عرضيين. المرضى العرضيين لاحظوا أنه المرضى اللي بيكونوا موجودين بالمشافي تقريبا نسبة 40-50% ممكن تكون موجودة الأعراض العصبية عندهم. طبعا المريض كل ما كانت حالته متقدمة، الإصابة التنفسية، الإصابة الجهازية عنده بالفيروس أكثر، كل ما كانت الأعراض العصبية أكبر. ومثل ما حكينا هذا السبب بسبب وجود الاعتلال الدماغي الاستقلابي اللي هو بيكون نتيجة وجود طبعا قصور كبد، قصور كلية، هذا بيأثر على الدماغ وبيزيد لنا من المشاكل العصبية لبعدين. هلا الإصابة ممكن تكون قابل للتراجع بالحالات الخفيفة، لكن بالحالات المتقدمة ممكن تترك عواقب عصبية طبعا. يعني مو شرط المريض يكون عنده شيء مرض عصبي وصار صابه فيروس كورونا. لا لا لا، بس طبعا هلا بيلعب دور انه المريض المتقدم بالعمر اللي بيكون عنده بالاصل مثلا تضيقات بالاوعيه، اللي بيكون عنده سوابق احتشاءات دماغيه، اللي بيكون عنده مشاكل قلبيه بالاصل او مشاكل تنفسيه، امراض مزمنه مثل السكري، طبعا هودي اكثر عرضه للاصابه من غيرهم اكيد بالمشاكل الدماغيه. اكثر اذا تاثروا بفيروس كورونا ممكن ياثر هذا الشيء على جهازهم العصبي ويتفاقم الوضع عندهم. تمام. اكيد نتمنى الصحه والسلامه لكل مشاهدينا. بالختام دكتور ما ضل غير نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها، يسعد صباحك واهلا وسهلا. شكرا كثير لك دكتور، شرفتنا. مشاهدينا قل لي ماذا تاكل اقل لك من انت، هذا مو مجرد كلام مجازي وانما حقيقه علميه اثبتتها الدراسات اللي بحثت بتفاصيل تاثير الطعام على حالتنا النفسيه والمزاجيه وحتى على السلوك. معلومات اكثر بهالتقرير. على مدى سنين طويلة اعتقد بعض الناس أنه الأكل له تأثير على صحة الإنسان الجسمية فقط، لكن ما أدركوا تأثير نوعية الطعام على صحة الإنسان النفسية ودورها بتغيير أو تعديل المزاج. فالطعام يلي بيتناوله الشخص بيأثر على الهرمونات والنواقل العصبية يلي بيتم إنتاجها بالدماغ، بالتالي بتأثر على المزاج. وفي العديد من التفسيرات لتأثير الطعام على الصحة النفسية، ومن ضمنها أن السكريات بالدم ترتبط ارتباط أساسي بالمزاج والطاقة، وكيمياء الدماغ تتأثر بالطعام يلي منتناوله وبتلعب دور أساسي بتحديد أسلوب التفكير والمشاعر والسلوكيات.
وبها التجربة يلي أجريت لقياس مستوى التوتر وربطه بغذاء الفئران، فلازم الفأر يختار بين المنطقة الضاوية أو يتخبى بالظلام. الفأر الطبيعي قرر يستكشف بالمنطقة الضاوية، أما الفأر يلي حرم من حامض ضروري وهو الأوميجا 3 ويلي بيتم تسميته أيضاً بالدهون الجيدة بسبب فوائده للقلب والشرايين، فهالفأر قرر يلجأ لزاوية مظلمة لأنه بيشعر بالقلق والتوتر. وبحسب الباحثين يلي قاموا بها التجربة، ففسروا سلوك الفأر ببساطة إنه من دون أحماض أوميجا 3 الدهنية ما حيتطور الدماغ أو يعمل بشكل طبيعي، فهي الأحماض ضرورية جداً. ومن الأغذية يلي بتساعد على تحسين المزاج، الخضروات الورقية لاحتوائها على فيتامين بي يلي بيساعد الدماغ على إنتاج هرمون السعادة أو الدوبامين. البندورة والخس يلي بيحتوي على عنصر الكروم يلي بيساعد على تنظيم السكر بالدم وبيضبط الأنسولين، الأمر يلي بيساعده على الهدوء. السمك والمأكولات البحرية يلي بتخفف من الكآبة لأنها بتأثر على الإشارات المنتشرة بين خلايا الدماغ لاحتوائها على حمض الأوميجا 3. وبالمقابل في أطعمة بتعكر المزاج مثل الكعك والمعجنات لأنها بتسبب ارتفاع كبير بسكر الدم، وبسبب الجهد يلي بيبذله الجسم لإعادته لمستوياته الطبيعية فبيحس الشخص بكتير من الخمول والكسل وبالتالي الكآبة. وكمان البطاطا المقلية يلي على الرغم من عشق الجميع لهالأكلة إلا إنها بتستغرق وقت كتير كبير حتى يتم هضمها، وبترفع من مستويات الصوديوم بالجسم، الأمر يلي بيؤدي للإرهاق والنفخة. التوازن حلو بكل شيء، فحتى نحافظ على مزاج جيد المطلوب هو شرب كمية كافية من الماء وما نتخطى أي وجبة باليوم، ونحافظ على نوعية طعام متوازنة. أبراجكم وحظوظكم وشو مخبي لكم الفلك من تحذيرات نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا رنا، صباح الخير للجميع. ضلوا دايما بخير، دايما أيامكم سعيدة، مرتاحين ومبسوطين. اليوم 28 حزيران، ضل يومين ليخلص الشهر، إن شاء الله الشهر القادم يكون أفضل من الشهر اللي راح، يجعل أيامكم سعيدة. كواكبنا ما زالت في أماكنها لبكرة أول التغييرات اللي هي دخول المريخ إلى برج الحمل، يعني فعلا تحذيرات جدية لمولود برج الجدي، الميزان، الحمل والسرطان. هلأ أنا بخاف لأنه دايماً بخاف من دخول المريخ، بس هالمرة 5 شهور رح يضل قاعد بنفس المكان، يعني رح نختم السنة ولسه المريخ في برج أو 18-19 يعني قبل رأس السنة ب10 أيام ممكن يطلع من برج الحمل. فلذلك فعلاً هالأبراج لازم ينتبهوا صحياً، إن شاء الله يكون بشارة ببيبي جديد مثلاً، يكون بشارة بشي قصة جديدة تكون إيجابية. بقية الكواكب ما زالت تتراجع، المشتري يتراجع في الجديع، عطارد يتراجع في السرطان، وزحل يتراجع في برج السرطان، الزهرة طبعاً يتقدم في برج الجوزاء. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي لازم اليوم يضبط انفعالاته، سبب أنه اليوم شوي معصب متضايق، في محاولات عرقلة، يمكن يكون في محاولات إساءة لألك، يمكن محتاج شوية تروي وحكمة بحكاية التعامل مع الآخرين. ما بعرف إذا في تأخير لمواعيد وارد أو عم تعجز عن السيطرة على نفسك للحظات، أكيد يعني هو مولود برج الحمل أصلاً عصبيته لا تتجاوز اللحظات، بس بكون خرب الدنيا بهاي اللحظة. مولود برج الجوزاء، مولود برج الحمل، مولود برج الثور، الأمور اليوم له إيجابية وجيدة بس شغله كتير. اليوم أنا ما بنصحك أبداً إنه يعني تروح وقتك في شيء غير الشغل، لأنه فعلياً مولود برج الثور اليوم عنده مسؤوليات إضافية. ما بعرف إذا مداوم مع غيره بدل غيره، أو في نوع من أنواع التجارب الصعبة، أو في أعمال يوكل بها، أو محتاج لشوية لطف. يمكن كلياتنا بهي الفترات يعني محتاجين لشوية لطف، خاصة هلأ بقى بدخول المريخ لبرج الحمل حنكون أكثر عصبية مما هو معتاد فعلياً. يعني هو أصلاً نحن بنسميه كوكب الحرب أو كوكب النزاعات، فلما بيدخل على برج ناري بتصير الأمور أقرب للعصبية، للتصرفات المرتجلة المتسرعة، يعني ممكن يكون يعني لا سمح الله ممكن تكون في أشهر لها علاقة بنوع من أنواع الاستفزازات اللي لها علاقة بالحرب، أنا أقصد على المستوى العام هلا عم بحكي.
عزيز ده مولود برج الجوزاء، اليوم الأمور جيدة بالنسبة له، عم يرفع مستوى الحوار وعم بيعبر عن نفسه بطريقة جيدة. إذا كان عندك اجتماعات، تغييرات، تعديلات، فاليوم كتير مناسب. في شيء إضافي ممكن تتكلف فيه اليوم، أو عم توضع النقاط على الحروف، أو عم تتحكم بأمورك والأمور ماشية بطريقة إيجابية. عزيزنا الجوزاء، عزيزنا مولود برج السرطان، لست في حالتك الأفضل. الحقيقة في حدا عم يحكي عن ضيقك، عن ضيقه اليوم قدامك، يعني كأنه حدا عم بيبثك طاقة سلبية، عم يحكي عن مشاكل ممكن تضايقك، ممكن بتخصه وما بتخصك، ما بعرف. بس على كل في رقعة خلاف ممكن تتسع اليوم بينك وبين الآخرين، كأنك تفتقد للأمان. المشكلة فعلياً وجود زحل في برج الدلو ولكن متراجعاً، كمان المشتري متراجعاً في الجدي، موقع مانو كتير مريح. وجود الزهرة حتى في برج الجوزاء موقع غير مريح. أنا بعتبر الشهر الماضي أكثر شهر مولود برج السرطان احتاج فيه لحبوب مسكن أو لهدوء أو لعزلة. مولود برج الأسد، اليوم الابتسامة على وشه، ويوم فيه حركة، فيه نشاط، فيه علاقات عامة، محبة يمكن أو ألفة يمكن، أو اليوم عم تمنح الحب، عم تستقبله وبتتلقاه، يعني أنا بعتبره يوم جيد، في سلام عائلي، في محبة للأسرة، في محبة لمن حولك، ويوم نشيط ومتفهم مولود برج الأسد. مولود برج العذراء غالباً عم بيناقش ببعض الأمور المالية، والحقيقة أنا ما شفت حدا من مواليد برج العذراء مرتاح مالياً بهي الفترات. وجود الزهرة وكوكب المال في موقع غير مناسب بيخليك اللي تاخده باليمين تصرفه بالشمال، لأنه أنا عملته بالعكس. مهم أنه ما في ادخار أبداً، في متطلبات دائمة. هلأ مشكلتك المالية لن تحل على كل بالمزيد من المصروف، الأكيد أنه ممكن تحل بالتوازن. قادر تعمل توازن؟ أنا أشك مبدئياً. عزيزنا مولود برج الميزان فايق بكير وعم بيعمل تغييرات بحياته، سواء تغييرات بقرارات أو بتحفظ هو عم يعمله أو بعلاقات مع الآخرين، بس غالباً اليوم إيجابي لمولود برج الميزان. يعني على الأقل أنت تتوقف اليوم عن نقد الآخرين، تتقبل أخطائهم عموماً، تسترجع شعبيتك، وعم بتفكر بأنه أنا أعمل شغلي العلاقة بالكمال بالمجمل. هلأ مولود برج الميزان أحد الأبراج الصريحة، والصراحة بالنسبة له الحقيقة ممكن تكون مفيدة بهالكم يوم. عزيز لمولود برج العقرب، عصبي ويضطر للقيام بأشياء ما أنا كتير موافق عليها. هلأ للحظة ممكن توصل لحافة اليأس اليوم، بس أكيد يعني القصة ما أنا يائسة، بالعكس أنا بعتبر الأمور ما أنا سيئة. بس أنت عندك مولود برج العقرب حالة من الاستنفار بهاي الفترات جواتك، يعني أي شغلة عم بتكون عدائي، أي كلمة عم بتكون عصبي. هلأ حاول تحذر حماسك الزائد، لأنه هاي الأيام بالغالب أنت متهور. مولود برج القوس، اليوم للاجتماعيات بامتياز، والعمل يتراجع اليوم لصالح علاقاتك الاجتماعية. يوم إيجابي، زيارات، علاقات، دعوات، أصدقاء، انسجام أو تفاهم بينك وبين الناس اللي حواليك. سعيد لأنك متحدث، لبق، الناس حابينك اليوم، عم بيزوروك أو عم بتزورهم، أو في عندك قصص العلاقة بسفر. أكثرنا تعباً اليوم هو مولود الجدي، أكثر حدا مضغوط من غيره، رئيسه بالعمل، أم، أب، مضغوط دراسياً ممكن، مضغوط على صعيد علاقاته بالآخرين. اليوم يوم مو كتير مرتاح فيه مولود برج الجدي، مسؤولية جديدة يمكن عم بتضايقه، يمكن تهور أو عصبية أو كلمة غير معنية. أنا بقول هاي الأيام مولود برج الجدي بالعموم يعاني من حملة شرسة حوله، يعني كأنه الناس متحططين عليه، عم بيضايقوه، عم يعملوا مؤامرات، عم يحكوا عنه بالسوق. على هاي قصة بالمجمل عم بتضايقه بهاي الأيام لمولود برج الجدي. بس نصيحتي لك إنك تحذر الصدمات على كل الأحوال. الدلو اليوم عم يرضي جميع الأطراف من حواليه، عم بيناقش، عم بيحاول، عم بيستفيد من أي دقيقة ممكن تكون باتجاه الأفضل. ما بعرف إذا عم تفكر بسفر أو عم تحاول تعمل إصلاح لبعض الأخطاء، بس أنا بعتبره يوم جيد لمولود برج الدلو للأفراح، لاستقطاب دعم المحيط. مولود الحوت كمان الأمور جيدة بالنسبة لك، تزادف ظروف ممتازة لتعود عن الكم يوم اللي راحوا، يعني صار لك كم يوم مانك مرتاح، اليوم بقى في وعود، في مصالحات، في استعادة علاقات ربما قديمة.
يعني الناس حواليك بيحبوك وعم يحترموا مواهبك. خليني عايد مولود اليوم، له مولود 28 واتمنى له السعادة. شخص لطيف ناعم بيفرجيك دائما هذا الوش البريء، يعني وش طفل بس هو ابدا مو هيك، وحدا كثير بيفهم، بيعرف يتصرف، بياخذ قرارات حاسمه، بيعطي كثير، بس من الاشخاص اللي بالنتيجه بيعرف ياخذ من الاخرين. حساس كثير، بيفهمك بدون ما تحكي على كل الاحوال، بيعطيك اللي بدك اياه بدون ما تطلب. شخص محب للاهل، للاقارب، للاصدقاء، للاولاد بالذات، سريع البكاء، دمعته حاضره، ما بينسى ادق التفاصيل معك. امورك مولود اليوم 28، امورك ضمن اطار الجيد. الحقيقه ما راح كذب عليك واقول لك انه انت الافضل، بس العمل مثلا ضمن اطار الجيد، المفاوضات مع الاخرين ضمن اطار الجيد، والامور الماليه ضمن اطار الجيد. بالغالب قلقك شوي عائلي، على شوي عاطفي، او نوع من انواع عدم الراحه، ومن هلا وما بعد راح بلش نبهك على امورك الصحيه لانه لا تعتبر كثير الافضل. رسائلكم على 18-45، حاولوا يكون فيها يوم، شهر، سنة واسم. 18-45 يعني مثلاً أنا طالبة بكالوريا، والله شو اسمك يا حبيبتي، وحتى المواليد غلط. مرح سليمان مثلاً ما وصل لي مواليد يا مرح. عرفان مواليده 2002، هو بكالوريا أدبي. عرفان أنت حدا عندك حظوظ مساعدة، وجداً إذا بدك. مشكلتك يا عرفان مو بالحظوظ، مشكلتك أنه أنت حدا كتير بيكتب بسرعة بدون تركيز، وحدا صبره قليل، يعني دوبه خلص كتابته خلص فتح الباب ومشي. ومن غير شيء أنا سمعت هاي فترات إنه المراقبين عم ينبسطوا إنه الطلاب دغري عم يطلعوا، يعني ما عم بيقولوا لهم عدوا، إنه لا عدوا عدوا، زعيد الورقة مرة ومرتين وثلاثة. عرفان، وأنا بتمنى هاي القصة لكل طلابنا، يعني إنه في شيء نحن بنعرفه منظن للحظة إنه نحن ما نسيناه، بس إذا عدنا شوي، ركزنا شوي، تذكرنا شوي، فينا نتذكر أشياء نكتبها على ورقة امتحان. أحياناً على علامتين بتفرق المفاضلة تبعت الجامعة. نور سومر، ما فهمت شي يا نور سومر، هو بعت لي شي بالصيني، يعني تنين ثور وماعز دلو، طبعاً إحدى العلاقات اللي مانا كتير مريحة، بس أنا ما بفهم هيك حبيبي، بدي يوم وشهر وسنة. يعني أحياناً الأيام بتفرق، أحياناً بتكون أنت على الحافة أخذ من الشهر اللي قبله، أحياناً أنت بتقول أنا برجي الصيني كذا، بس السنة الصينية تبدأ من الشهر الثاني مثلاً، فممكن أنت خاطر لك سنتك الصيني هيك تكون وحدة يعني شيء ثاني. فيعني لا، ما رح أعتمد على المعلومات اللي عم تبعت لي إياها. أسماء بنت عائشة 98، يسعد أوقاتك يا أسماء. هلا أنا إذا بدك لو سألتيني بأول سنة كنت قلت لك هي سنة ارتباط بامتياز. هلا فعليا الفترات هاي مانك مرتاحة، مضغوطة شوي، وما بظن قبل نهايات الصيف، بس أنا بقول ممكن تختمي السنة بأفضل مما بدأت فيها، خاصة على صعيد قيد جديد أنا أعتبره ارتباط. حورية، حورية بكالوريا عم تقلي، يسعد أوقاتك يا حورية. حورية سنة جيدة جدا بالنسبة لك، أنا بعتبرها أحد أفضل الأعوام، وأنا برأيي إنه بالبكالوريا حتجيبي لنا إنجاز، بس بدنا علامات. هلا هي العلامات بتجي من الجهد وليس من الحظ حبيبتي، قد ايه انت دارسه وقد ايه انت باذله جهود. رزان 576، مع ماهر 73. رزان، هلا انا بشوف هاي العلاقه للصداقه وليست للزواج حبيبتي. هلا اكيد انتم متزوجين على كل الاحوال، بس انا بدي نبهك انه انت حدا كثير عنيد هو اعند، انت حدا كثير كلاسيكي هو اكثر. هلا في بيناتكم كثير من السلبيه، احيانا تصطدموا احيانا مثل ما صار بالست شهور الماضيين بالمجمل، بس الاشهر القادمه انا بعتبرها افضل. هلا جوزك شوي متعب بده للسنه الجاي، انت امورك بالمجمل اريح، ان شاء الله تكون الامور اريح للجميع. يسعد صباحكم. وصباحك يا نجلة، شكرا كثير لك. شكرا كثير مدام، واكيد الشكر لكم مشاهدينا لانكم دائما عم تتابعونا اكيد، وفي كثير مشاهدين نور كمان بيبعثوا لنا يمكن افكار واقتراحات ايضا صحيح. للبرنامج. نتشكركم على متابعتكم، ولاقونا بكره اكيد بحلقه جديده. تبقوا بالف خير، باي باي.